رقب في الجزائر لمصير ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بعد احتجاجات يوم أمس، حيث تتجه الأنظار إلى أحزاب التحالف الرئاسي مع تزايد المطالبات بسحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لترشحه. وبينما عمت مظاهرات غير مسبوقة مدنا جزائرية عدة، انضمت وكالة الأنباء الرسمية وتحدثت في سياق تغطيتها للمظاهرات عن خروج الجزائريين لمطالبة بوتفليقة بعدم الترشح مجددا. ويوجد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حاليا في جنيف لإجراء فحوصات طبية روتينية كما أعلنت الرئاسة الجزائرية. فما مصير العهدة الخامسة، وهل يمضي الرئيس الجزائري في ترشحه رغم وضعه الصحي وبعض المطالبات بسحب ترشحه؟ مر يوم على حراك 22 من فبراير، يوم بدت فيه شوارع العاصمة الجزائرية كما كانت قبل الحراك، لكنها لم تخلو من التعزيزات الأمنية. الشارع إذن لازال خصبا لنشوء مظاهرات جديدة مناوئة لترشيح بوتفليقة، ذلك ما جعل الائتلاف الحاكم في أول ظهور له يؤكد على أن المظاهرات لن تكون وسيلة للتغيير. الفاصل هو الصندوق، اسمح لي، مفهوم؟ باسكو إذا نفتحوا البلاد أي جهة جات تعيط في جهة قال هكذا، معنا ما نبنوش دولة. أحزاب الموالاة ظهرت مهادنة حينا ومتحدية حينا آخر. في هذه الأثناء يبدو النشطاء مؤكدين على مطلب سحب ترشيح بوتفليقة، وإن حاولت الموالاة وضع الحراك في خانة المطلب الاجتماعي. لم تكن هناك أي مطالب اجتماعية، ولم تكن هناك أي مطالب تتعلق بالندوه التي يتحدثون عنها. المطلب الواحد وكل الشعارات التي رفعت وكل الصراخات وكل الاحتجاجات وكل صوت سمع إلا وهو يصرخ بعدم قبول ترشيح بوتفليقة لعجزه عن ممارسة مهامه. كسر الصمت ذات جمعة إذن، وبدأ مطلب سحب الترشيح أكثر حضورا. مظاهرات الجمعة ليست كما قبلها، يقول متابعون. الجزائريون قالوا كلمتهم والكرة في ملعب السلطة. وأتوقع أنه سوف يتم اتخاذ بعض الإجراءات أو التدابير التي يعني تستوعب ما قامت به هؤلاء الشباب. حراك 22 من فبراير لن يكون أخيرا. دعوات أطلقت للخروج يوم الفاتح من أذار مارس للتأكيد على مطلب المتظاهرين الأول والأخير أن لا للولاية الخامسة. قبل أسابيع كان الجدل حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من عدمه للانتخابات الرئاسية. ترشح الرجل، فجاء حراك 22 من فبراير مناهضا له. فليستجيب الرئيس الجزائري لمطالب الجزائريين ويسحب ترشيحه. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. ومعنا من الجزائر عبر الهاتف كمال بن سالم رئيس حزب التجديد الجزائري، كما معي من الجزائر العاصمة زبيدة عسور رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقى. نبدأ معك سيدة زبيدة، يعني الشارع قال كلمته، وكما ورد في التقرير فإن الكرة في مرمى بوتفليقة. يعني هل وارد موضوعيا في هذه الظروف بالذات أن يسحب بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة؟ مساء الخير سيدي، شكرا على الاستضافة، ومساء الخير لضيفك الآخر من الجزائر. أعتقد أن ترشيح الرئيس بوتفليقة طيب، لأنه المادة 87 من الدستور وكذلك قانون الانتخابات يشترط في المرشح للرئاسيات أن يكون في صحة جسدية وعقلية ملائمة لكي يمارس صلاحيته كرئيس.
هذا الشرط الأساسي غير متوفر في الرئيس بوتفليقة، لأنه حتى خلال عهدته الرابعة غاب عن الساحة الوطنية وكذلك الساحة الدولية. هذا من ناحية الموضوعية. من ناحية أخرى، اليوم أصبح المواطن الجزائري سائم هذا النظام، ليس فقط الرئيس بوتفليقة، ولكن اليوم اعتبر المواطن الجزائري بأن تقديم صورة الرئيس وترشيحه لعهدة خامسة استفزاز لمشاعر الجزائريين وإهانة واستغباء لهم، وبالتالي خرج الشارع الجزائري ليعبر عن رفضه لسياسة الأمر الواقع التي تحاول السلطة وكل الأحزاب الموالية للسلطة فرضه على الجزائريين. طيب، من جهة أخرى، هذا طرح قانوني، ولكن هناك من يقول أن القوانين المفعلة، القوانين الجزائرية، هي قوانين غير مفعلة، ولهذا استطاع الرئيس بوتفليقة أن يترشح مرة أخرى لعهدة خامسة. أولا، الترشيح كما تدل عليه تسميته هو ترشيح شخصي، ومن يترشح ويطلب من الشعب الجزائري أن ينتخبه كرئيس ينبغي أن تكون هذه العلاقة مباشرة بين المترشح والشعب، فلا يمكن بأي حال من الأحوال، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية السياسية، أن يتم الترشيح بالوكالة وحملة انتخابية بالوكالة وتسيير بالوكالة. ابقي معنا سيدة زبيدة عسو، أتجه الآن إلى ضيفي عبر الهاتف كمال بن سالم، رئيس حزب التجديد الجزائري. يعني الآن نحن أمام هذا الأمر الواقع، هناك شارع تحرك، هناك حراك في الشارع الجزائري، وهناك هذه الإمكانية أن يسحب بوتفليقة ترشيحه لهذه العهدة الخامسة. هل هذا وارد موضوعيا؟ يبدو، نعتذر، كمال بن سالم ليس معنا على الهاتف. أعود إليك سيدة زبيدة لنستكمل حديثنا الآن بمنطق الأمر الواقع. هناك تمسك من جهة أو من معسكر الرئيس بوتفليقة بترشيحه لعهدة خامسة مهما تكون الأسباب ومهما تكون الظروف، وهناك هذا الشارع المتحرك المتمسك بمطالبته بالتغيير وبأن يعود بوتفليقة عن ترشحه لهذه العهدة. يعني كيف من وجهة نظرك تسير الأمور اليوم في الجزائر في أفق انتظام هذه الانتخابات الرئاسية؟ أعتقد إذا كان هناك على الأقل قليل من العقل لدى من يحيط بالرئيس، لأن الرئيس ماهوش هو اللي يعني خير هذا الاختيار، أعتقد هو ليس في وضعية صحية تسمح له أن يختار مثل هذا الاختيار، لكن محيط الرئيس وكل المستفيدين من 20 سنة من حكم الرئيس هم الذين يريدون مرة أخرى أن يفرضوا هذه العهدة. أعتقد إذا كان لديهم قليل من العقل ومن الموضوعية وكذلك من التخوف على الجزائر وعلى وحدة الجزائر وعلى مستقبل الجزائر، ينبغي أن يراجعوا حساباتهم، لأنه لا يمكن أن يستمروا في سياسة نكران الحقيقة ونكران الواقع، الذي يقول اليوم بأنه من المستحيل أن يترشح الرئيس لعهدة خامسة. طيب، ورغم ذلك فالناس يتساءلون عن هذه الاحتمالات الواردة كي يقع هذا الانزلاق في الشارع الجزائري، وأن البدائل ليست جاهزة، فالطبقة السياسية الجزائرية لا تملك بدائل بل تملك مجرد خطاب رفض طورته عبر تلك السنوات الخمس العهدة السابقة. فما الذي يمكن أن نفعله في هذه الظروف؟ هذه كذبة كبيرة تستعملها السلطة. أولا، الشعب الجزائري الذي خرج في مظاهرات سلمية شهدها العالم أجمع رغم التعثيم الإعلامي لوسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة،
وكأن الجزائر في 22 فبراير لم يقع شيء، في حين أن أغلب ولايات الوطن عرفت مظاهرات عارمة وشاملة وسلمية وحضارية، ورسائلها نعم. السياسية كانت واضحة أنهم ضد العهدة الخامسة ومع تغيير نظام الحكم بالطرق السلمية. سيدة زبيدة عسول أستأذنك معي ضيفي، سيدة زبيدة ضيفي الآن جاهز على الهاتف من الجزائر العاصمة، كمال بن سالم رئيس حزب التجديد الجزائري. نعم كل الأسئلة مطروحة الآن بعد الذي حدث من حراك في 22 من هذا الشهر، كيف تتوقعون تطور الأمور في الشارع الجزائري إذا لم يسحب الرئيس بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة؟ أعود إليك سيدة زبيدة عسول. ألو؟ لأنه ضيفنا في الجزائر العاصمة مرة أخرى غير جاهز. الكلمة الأخيرة إليك، إذن ما الذي يمكن أن نقوله في الختام؟ لا لا، أعتقد بأن الشارع الجزائري برهن في خروجه بأنه واعي وناضج سياسيا، وأعتقد أن هذه البداية للحراك الشعبي، واليوم أثبت الشارع الجزائري بأنه متحضر وسلمي، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تكون هناك انزلاقات، ولكن الشعب مصر على استمرار النضال ورفض سياسة الأمر الواقع إلى غاية تراجع السلطة عن هذه العهدة. زبيدة عسول رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقى، شكرا لك.